كلمتك على اسمه هذا، انك اذا تكلمت في الدين خصوصا في الامور الدينيه سيكون عندك كتاب. ما لنا دخل في الكتب الاربعه ولا من الكتب الاربعه؟ احنا في المغرب الامام مالك جيبي حديث معنعن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، او تحط الايه في مكانها الصحيح حسب التفسير حسب الكتاب. يعني ما تتكلميش من راسك. انا قلت لك ام لكم كتاب فيه تدرسون الايه القرانيه، ام لكم كتاب فيه تدرسون الله، فاش تعمل معنا تعمل معنا بكتاب ارسل القران. ما خلاش الامور على سبيل المثال انه الانسان كيغير الاسماء كيغير الحروف، ولهذا تم التزوير في التوراة وفي الإنجيل بسهولة، لأنه الرجل ما عجبتوش هذه الكلمة دار كلمة أخرى، بينما هذه الكلمة نزلها الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال الجزر في المغرب، الجزر عند هنا عامة في اللغة العربية الجزر، هنا كيقولوا له خزو، صح ولا لا؟ في الريف كيقولوا له الزرودية، أهل وجدة وأهل الريف وهذا كيقولوا له الزرودية، في طنجة كيقولوا له الجعدة. الزرودية هي شلاضة مشرملة بتاع الجزار إلى آخره، والجعدة نبتة من نباتات عشبة هي، ولكن طالقينها على خزو على الجزر. مش تعرفي أن بنادم يخرج من عندك من الباب إلا قلتي له شي مثلا جملة يخرج من الباب يغيرها، يقول كلام خور تاني، كيقول له وفلان ما ردش الفلوس لفلان، كيمشي الآخر كيقول له هو غير قال له غير ما ردش الفلوس، كيمشي الآخر كيقول له واش تي فلان ورا ما ردش واحد مليون للراجل الفلان الفلاني، كيجي التالت كيقول له واش تي فلان وكلا فلان، فاش كلا اكلا بشي ستة المليون. تغيرات الحوار كيتغير، انسان دايما لسانه طويل كيغير كيغير، ولهذا يعني الواحد ينتبه في الامور الدينيه، لازم ينتبه خصوص في الامور الدينيه. والعلوم يثبتها العلم، ما عندنا حتى شي حاجه في الحاجات هذه، والله المستعان.